نجتمع اليوم من أجل الاحتفال بالطلبة المتفوقين المنتمين إلى مختلف مؤسسات جامعة شعب الدكالي ومسالكها المتعددة. لقد بلغ عدد الخريجين هذه السنة ما يقارب 1320 خريجا، ستمنح للمتفوقين منهم جوائز تحفيزية في إطار البرنامج الاستعجالي. نريد من خلال هذا التقليد أن نحفز جميع الطلبة على المزيد من الاجتهاد، وأن يكون السلف قدوة للطلبة الجدد في تفوقه ومثابرته وجده، ونحاول أن نجعل من هذا اليوم ذكرى متميزة في حياة الطالب الجامعي، تكون بالنسبة إليه نبراساً ينير طريق مستقبله ويحثه على مزيد من العطاء. ومن هذا المنبر أريد أن أوجه تحية للمكرمين ولكل من ساهم في بلوغهم هذا اليوم المميز من طاقم تربوي وإداري على إكسابهم مهارات وخبرات نحتاجها لمواصلة مسيرة التقدم والتنمية. والشكر موصول لذويهم ولكل من ساعدهم على تحقيق هذه النتيجة المشرفة. غايتنا أن نجعلهم يشعرون بالفخر لانتمائهم لجامعتنا وبالسعادة لأنهم وصلوا إلى مصاف المتميزين، وبالامتنان لأن الجامعة اكسبتهم مهارات وخبرات ستؤهلهم لولو سوق الشغل أو لإتمام مسار التحصيل العلمي. نادي على الطالبة شرف شيماء الإجازة علوم الرياضيات، أقدم لها الجائزة السيد رئيس الجامعة. على الطلبة المتفوقين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.
ننادي على الطالبة الكافي إنهاء الإجازة الأستاذية تاريخ وحضارة، يقدم لها الجائزة السيد علي صاحب الجلالة على إقليم الجديدة، فليتفضل مشكور. Thank you.
التخصص الطبي. يسلمها الجائزة الأستاذ هلال، فليتفضل مشكورا. ننادي على الطالبة التشفيني فاطمة الزهراء، الجذع المشترك للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، يسلمها الجائزة السيد غورمانيس، مسيو غورمانيس تنفيكا بريزونتي لوكي. ميرسي. الجوائز المرصودة للفريق هي الآن في طور الإنجاز، ستسلم لهم عبر الكاتب العام للجامعة في غضون الأيام المقبلة.